الو، ازيك يا احمد؟ الف مبروك. ربنا يبارك في حضرتك. وزيك ما بقاش عمرك لما تاخد المركز الثالث على مستوى الجمهوريه من مركز وطول، ويشوف ربنا بالذات يعني مدينه ياسمين والجو الحلو والريحه الجميله والعطور، يعني اكيد الجو ده ساعدك على التفوق يا احمد، مش كده؟ فعلا الجو ساعدنا على التفوق، كان بيريح لي اعصابي. شكرا. انت عارف ان الثاني على الجمهوريه برضه في علم علوم. ايوه يعني وطول متميزه في الفتره دي. ناوي على خير بقى ان شاء الله، على هندسه ولا حسابات؟ لا هندسه. هندسه انا اللي هعمل الجديد. انا مش عارف بقى، انا عايز اخد وظيفة. ان شاء الله يا احمد، ونقابلك قريب انت والاسره الكريمه في الديوان عشان حفل التكريم اللي يليق بيكم باذن الله. ان شاء الله. شكرا لك. احنا جميعا انت جاي تهنينا، ما جيتش ليه؟ شكرا. انت جاي تهنينا، ايه اللي سحب طبعا؟ شكرا يا حبيبي. الو، زي ما حضراتكم تابعتوا معانا في الطبيعه احنا في مصر، الدكتور طارق اهو من الدول العربيه كان بيكلم طالب احمد.